اليوم السادس ولا شيء يوحي بتهدئة من الحكومة الإيرانية ولا بتباطؤ في حراك الشارع وغضبته. فبالنسبة للجهات الرسمية، هؤلاء مثيرون للاضطراب ومتآمرون على البلاد. أما المتظاهرون فلا يبدو أن ثمة مجالاً لتراجعهم عن المطالب وخيار الشارع، خيار لا يبدو سهلاً، فالليلة الماضية كانت دامية. هؤلاء قتلى وجرحى رصدت كاميرات هواة وصولهم إلى أحد مستشفيات مدينة شاهين بأصفهان بعد ليلة حامية من المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين. التلفزيون الرسمي أيضاً كان أعلن عن مقتل وجرح متظاهرين وعناصر الشرطة وحرس ثوري. أما هذا فمقطع فيديو آخر كان رصد ما قيل إنه محاولة من المتظاهرين لإحراق أحد مراكز الشرطة في المدينة الليلة الماضية. غضب توسعت رقعته لتصل إلى العاصمة طهران، أين اندلعت المواجهات بين المتظاهرين وعناصر الأمن، وألقت الشرطة القبض على المئات وفق متحدث رسمي، كذلك في مدن أخرى بينها كرمانشاه ومدينة الفلاحية في الأهواز. سارة بن عشوبة، العربية،